السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك الفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه حل مشكله نسيان رمز الوصول الموجه. رمز الوصول الموجه هو رمز لما انت تريد تثبت تطبيق على الشاشه، بحيث انك لما تعطي الجوال لاي طفل ما يقدر يخرج من التطبيق، بس انت اللي انت تقدر تخرج منه عن طريق ادخال الرمز الخاص بك اللي راح تضيفه من قبل. فافرض انك انت نسيت هذا الرمز، كيف تحذف الرمز او تعيد كتابة الرمز وتفتح الجهاز في حال نسيان الرمز في التطبيق المثبت؟ الطريقة جدا سهل، نروح للشر. اول شيء يا شباب راح اثبت تطبيق في الشاشة، وفي كيف تخرج منه في حال نسيان الرمز. راح افتح هذا التطبيق مثلا. بعد ما افتح التطبيق الحين راح بثبت هذا التطبيق. راح اضغط على زر الباور 3 مرات اذا كان ايفون اكس والاصدارات اللي حدث. اوكي، اول شيء اضغط على هذا الزر كنسل. اوكي، راح اضغط على زر الباور 3 مرات، 1 2 3. اوكي، الحين راح اضيف اضغط على ستارت. اوكي، مباشره راح يقفل التطبيق. شوفوا، لاحظوا الحين التطبيق مقفل، يعني مثبت، ما اقدر اخرج منه. لو تشوفوا لو اضغط على هذا الزر ما اقدر اخرج منه. شوفوا، اوكي، حتى لو اضغط على هذا الزر راح يطلب مني رمز حتى اخرج منه. ما افرض انك نسيت رمز، شوف نسيت رمز، شوف ما يقدر، ما لازم احط الرمز الصحيح حتى اخرج من هذا الواجهه. اوكي، كيف تحل هذا المشكله؟ انت نسيت الرمز، ما تقدر، ما تعرف كيف تخرج. اوكي، راح بعطيك الحل. شوفوا، ما اقدر اخرج، لازم احط الرمز الصحيح. اوكي، كيف تخرج منه؟ بالنسبه للايفون 8 والاصدارات الاحدث، انك تضغط على زر رفع الصوت، خفض الصوت والباور باستمرار حتى يعيد تشغيل الجهاز. بالنسبة للأجهزة آيفون 7 وإصدارات الأقدم، إنك الهواتف اللي فيه زر هوم تضغط على زر الباور والهوم بشكل مستمر حتى يعيد تشغيل الجهاز. أوكي، حتى تحل مشكلة لازم تعيد تشغيل الجهاز. أوكي، كيف؟ بالنسبة لآيفون X والإصدارات الأحدث، آيفون 8 والإصدارات الأحدث، إنك تضغط على رفع الصوت، خفض الصوت، الباور باستمرار. يعني مرة رفع الصوت ثم خفض الصوت وامسك زر الباور، راح يعيد تشغيل. أول ما تشوف شاشة سوداء خلاص تم إعادة تشغيل الجهاز. أوكي يا شباب، طبعا هذا الطريقة مش مضمونة، يعني إذا ما ضبط هذا، يعني بعض الأجهزة الهواتف آيفون تضبط هذا الطريقة وبعض الآخر ما تضبط. إذا ما ضبط هذا الطريقة روح لحل الثاني وراح نشوف إذا تم حل المشكلة ولا لا. لاحظوا الحين راح يشتغل الجهاز، شوفوا لاحظوا. أوكي، اشتغل الجهاز. الحين تروح للشاشة، شوفوا تم دخولي في التطبيق، ما تم حل المشكلة. اوكي، الحل الثاني يا شباب انك تسوي فرض اعادة التشغيل. اوكي، انك او تسوي اعادة تشغيل، انك تضغط على زر، نحن سوينا فرض اعادة تشغيل وما اشتغل، انك ضغطنا زر رفع الصوت مرة، خفض الصوت مرة، ومسكنا زر الباور اعادة تشغيل وما فرض اعادة تشغيل وما ضبط، ما خرجنا من التطبيق. شوفوا لسه موجود التطبيق يطلب مني الرمز، فانا ناشي الرمز. كيف تحل مشكلة؟ الحل الثاني هو انك تضغط على زر الباور وخفض الصوت باستمرار حتى يعيد يسوي لك فرض إعادة تشغيل أو إعادة تشغيل. راح تسوي حتى تضغط على الباور وخفض الصوت، راح يعيد تشغيل وراح ينحل المشكلة. طبعا هذا الطريقة أيضا ما تضبط من لكل الهواتف. في طريقة ثانية ثالثة، هو طريقة مضمونة، هو عن طريق برنامج آيتونز، بس توصل الجهاز بالكمبيوتر وتسوي إعادة ضبط الهاتف. بعد ما تسوي ضبط الهاتف
راح تفقد طبعا راح تفقد البيانات، يعني ما في حل يا شباب حلوة إلا عن طريق إعادة ضبط المصنع عن طريق برنامج iTunes أو 3iTools. أوكي يا شباب، في حال ما ضبط الطرق السابقة اللي هو حل مشكلة نسيان رمز الموجه، أوكي لازم تستعين بالكمبيوتر ويندوز، هذا الطريقة مضمونة. الطرق السابقة يعني في بعض الهواتف تضبط وبعضها لا، أما عن طريق الكمبيوتر راح تضبط 100% وجميع الهواتف. ليش؟ لأن راح نسوي إعادة ضبط المصنع فاكتوريست أو إعادة تعيين. أول شيء لازم تحمل البرنامج iTunes من الرابط في الديسكريبشن. أوكي بعد ما تحمل برنامج iTunes وصل أول شيء الكابل الشحن بالكمبيوتر والآيفون. أوكي الحين افتح برنامج iTunes مباشرة، انتظر ثواني لأن ما إذا فتح لك هذا النافذ اضغط على إغلاق. هنا راح بتحصل أيقونة الهاتف، يعني تم توصيل الآيفون بالبرنامج، اضغط عليها بيعطيك هذا الواجهة. الحين كل ما عليك إنك تضغط على ريست هذا الخيار. اوكي لما تضغط عليه هذا الخيار راح يسوي لك إعادة ضبط المصنع. بهذا الطريقة راح يعود جهازك الى وضع المصنع. وبس يا شباب هذا هو طريقة إعادة ضبط مصنع. طبعا انا ما بضغط لاني عارف الرمز الموجه. وبس يا شباب انت تضغط على هذا الزر تسوي إعادة ضبط المصنع ويرجع هاتفك الى وضع المصنع ويرجع جهازك كل شيء يفتح لحل تحل مشكلة نسيان رمز الموجه. وبس يا شباب هذا هو المقطع. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الزر. بس مع السلامة.